piętku ta firma. شكرا جزيلا. نحن متشكرين جدا كثير للطرف السوري على هذه الدفعة الكبيرة للأطفال لدينا. اليوم هؤلاء الأطفال سوف يرجعون إلى روسيا ونحن راح نسلمهم إلى أجدادهم وأهاليهم. وصراحة نحن مسرورين جدا لأن الطرف الكردي يساعدنا في انسحاب وإرسال الأطفال الروس الذين يتواجدون في مخيمات مختلفة، مخيمات اللاجئين الموجودين هون في الأراضي. وأنا أريد أن أعبر لكم خالص التشكرات على دفعات الأطفال السابقة ونتمنى أن التعاون المثمر المشترك الموجود بيننا سوف يستمر واليوم نحن اتفقنا عن دفعات جديدة للأطفال التي نحن إن شاء الله راح نأخذهم من المخيمين الروج والهول. سيدة ماريا قالت إن عندنا الآن في يوجد الوثائق الهوية وإلى آخره يعني جوازات ل 136 طفل. ولكن أما بالنسبة للطلبيات طلبات من العائلات 1000 يعني 1000 عائلة تبحث عن أولادهم في المخيمات. كثير من الشغل. عدد الأطفال الروس الذين تم استصحابهم إلى الروس إلى الآن؟ спрашивает уже на данный момент сколько детей было уже отправлено, то есть общее количество на данный момент. بأفس بأين الاعتبار الدفعة اللي نأخذه اليوم تقريبا عدد إجمالي 300.